احنا دلوقتي بنعمل تجربة بوينت تو بوينت على مسافة 5 كيلو، بنربط بين الباجور وكفر شبرا. اول حاجة احنا اشتغلنا عليها، احنا الانتنة هناك هي ركبناها فوق برج مكون من 13 دور. بس تمام، طبعا الصورة مش باينة. روح جنبه. ادي دي الانتنة، طبعا النور بتاعها خش على النور بتاعها كده من ورا. دي النور ده بيبين قوة الإشارة بتاعتها، وبتبين عندنا إن قوة الإشارة عندنا للآخر. طبعا الأنتنة إحنا موجهينها اتجاه، هو إحنا دلوقتي في الباجور، دلوقتي إحنا موجهينها لكفر شبرا اللي هناك خالص. تمام ماشي. في ناس بيت المشروع بتاعنا ديفيد وعياد موجودين هناك. دلوقتي عياد معايا على التليفون، كنا بنظبط مع بعض الزوايا. ايوه عياد، ايوه يا محمود، ايه تمام؟ تمام عندك. انا دلوقتي احنا داخلين دلوقتي نلاقي الداتا ريت اللي بتبيع دلوقتي على المسافه خش على المجله، ضيف شيل الايبات وادخل على المجله. الداتا ريت زي ما باين قدامنا واصل ل 270. احنا دلوقتي هنعمل تجربة اللي احنا هنحاول نحمل حاجة نشوف فعلا في نت ولا لأ. احنا النت بيتنقل من كفر شبرا للباجور هنا اهوت. تمام، احنا داخلين دلوقتي هنحمل مجلة. تمام، ننزل تحميل، اضغط هنا على تحميل الملف. هنبدأ التحميل دلوقتي نشوف في نت ولا لأ. زي ما احنا شايفين بيحمل بمعدل 4 ميجا بيت بير سكند. تمام، قدام اللود خلص 36 ميجا اتحملوا في اقل من 10 ثواني تقريبا. دلوقتي هنشغل فيديو نشوف الاستريمنج بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين، النهارده موعدنا مع الاستاذ رجب سرحان، طلع فوق برج موبينيل. كنا عايزين شايفين الكونكشن مسافات بعيده حوالي من 4 ل 5 كيلو. حطينا بدانا نترانسميت من شبرا زنج لحد الباجور. المسافه ديت حوالي من 4 ل 5 كيلو. زي ما احنا شايفين احنا على ارتفاع عالي، بنستقبل هنا من الباجور وبنعمل ديستريبيوت تاني للكونكشن. بقى تفصيلاتنا ان احنا رحنا عند كفر شبرا زنج، طلعنا فوق سطح بيت، ركبنا الباور بريدج بتاعتنا اللي هي بتبس، جينا هنا عند البرج ركبنا الريسيفر اللي هيستقبل هنا اهوت. البرج ده 13 دور، يعني تقريبا عامل له في حدود 25 متر. بدأنا نظبط في اتجاهات الزاوية بتاعتنا بحيث نحصل على أحسن داتا ريت. داتا ريت وصل معانا، بدأ كده معانا من أول 200 لحد ما وصلنا بيه لحد 72، وفي بعض اللحظات كان بيوصل للأوبتيمم بتاعه اللي هو 300. العملية بتبقى محتاجة ظبط بس في الزوايا بتاعت الستيشن شوية، لكن كل ما العملية يعني مظبوطه معاك كل ما يطلع معاك ده تاريخ احسن. دي كانت التجربه الاولى اللي احنا ننقل فيها على مسافات قريبه شويه، اقل من 13 كيلو ونص بتوع الميشيلين اللي معانا. يعني 5 كيلو معانا تعتبر تلت المسافه بيننا وبين الجامعه، فدي تعتبر بالنتائج احنا طلعنا بيها النهارده، ده هيبقى نتائج مطمنه جدا ان شاء الله ان على مسافات 13 كيلو نوصل للداتا ريت اللي احنا عايزينه.